شكل موضوع الأبعاد الأمنية في العلاقات الجزائرية الإفريقية من خلال ثلاثية الأمن التعاون والاستثمار محور ملتقى وطني نظم بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3. وتمت خلال الملتقى مناقشة إشكالية تحقيق التنمية والاستقرار في القارة والمقاربة الجزائرية القائمة على الانفتاح في تحقيق هذه المعادلة ودورها المحوري في حل الأزمات الإقليمية ودعم الاقتصاد الإفريقي.